ضرب الابطال البنات، اوكي هذا ايزي، هذا ايزي اوكي، لازم ما اضربهم. اذا بطلنا بطل بنت بيكون احسن، عشان بيكون بنات مع بنات. ف تيم 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 بليز، تيم تيم انت ابعد عنها، ابعد عنها. هاي أصدقائي، كيف وش أخباركم؟ يوم فيديوهات براون ستارز. موضوعنا اليوم عن سلسلة إن احنا نبدأ فيها برمضان، واللي هي سلسلة عجلة الحظ الرمضانية. طبعا يا شباب في اختلاف بسيط عن الفيديو الماضي واللي هو صار فيه عقاب. رح نلعب أربع تحديات من تحديات عجلة الحظ، لو خسرت باثنين منهم رح أروح على كولت واللي هو أعلى بطل عندي بالكؤوس، تمام؟ رح أخسر فيه 50 كاس، وصلت 863 راح وصلت 813. لو خسرت تحديين من دول اربع تحديات راح نخسر 50 كاس. هو شكوس كولت ثاني شكوسنا الاساسيه، يعني تحدي ابدا ما نسال بس نينجاو ايدها، لا تخافوا شباب. اوكي بدل ما نطول عليكم من هيك، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، وخلينا نبدا بعجله الحظ تبعي للصيام. نقول بسم الله ان شاء الله يطلع لنا شيء ايزي، نقول بسم الله ان شاء الله يطلع لنا ايزي. ديلو سوبر الجهاز، الضرب داخل الجيم، لا الا الموت، الموت والله والله صعب، صعب اني ما اموت، انا شخص بيدعم كثير فصعب اني ما اموت. اوكي اعطوني كرو منه سريع، او شيء بطل يكون سريع. اوكي بطل يكون سريع، نقول بسم الله. اوكي صقر مايك بروك 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 سولو شو داون، هو ابدا ما انه اختيار صحيح، فبس ما عندي جواب، بس شكلي اكلت كنادر. ايزي نجاوب، بس ضل اخر واحد، كم بقدر نجاوب؟ تعمل بدك اياه بس لازم ضل اخر واحد. الو جو بايدن، الو ماشي اخذها بليز، بدون وجع راس، انه بدون وجع راس، انه بدون وجع راس، وخاص انت جنيت حالك انك تموت اليوم، جنيت حالك تموت. القم هيك تلقم على الساكت، بس ما طلعنا شي بريمو مكمبير او شي شيلي مكمبرة مثلا. والله والله بخوف، بعدهم في حاس في حدا، اوكي ما في حدا. شلون الحجي؟ والله عرفان، والله عرفان، والله عرفان، والله عرفان، والله عرفان. اوكي خسرنا اول تحدي يا اخي، امزجت كمبري، ليش تكمبري؟ وانا نسيت اكبس جهازك، بس سوبر بدل الجهاز. اوكي خسرنا اول تحدي. اوكي شباب خسرنا باول تحدي، صار التحدي الثاني فما لازم نخسر فيه. خلينا نجرب عجلة الحظ، يلا طلع شيء ايزي، شيء ايزي بليز، شيء ايزي، شيء ايزي. خسرنا اول تحدي، اسكت لازم ما تنزل الجهاز، ضرب داخل الجيم، ايم ضرب الابطال البنات. اوكي هذا ايزي، هذا ايزي. اوكي لازم ما اضربهم، لازم تيجي معاهم أمر أي شيء، بس لازم أضربهم فإيزي. إذا بطلنا بطل بنت بيكون أحسن، عشان بيكون بنات مع بنات، ف في وجهة نظر. سبراوت أمبر سيرج كوليت، أوكي كوليت نايس، تعال 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 كيوت، تعال كيوت كيوت تعال. أوكي جيسي بنت، في كرو هون، خلينا نلاقي مكرو على السريع. شوف إدغار صار معاه 50، يا الله هذا مين جيت. هلا تيم 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 بليز، تيم تيم أنت إزلف، أنت إزلف، أنت ما يتيم معك والله تزلف. تيم جيسي، جيسي انها تيم، لا تخافي انا ما حضرب عليك، طول ما انت ما حضرب علي انا ما حضرب عليك، بس بليز ساعديني بهذا. يلا دي جي واحد نكمل من ورا، يا البوت اوف حشرنا، كلهم البوت والله كلهم البوت. ابعد يا الخايس ابعد، انت لا تضربي، خد لك عاد يا الدبقات يا النشبات. هيك اخذهم 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 الكلب، كفو والله ادغار كفو، كمان تيجي خلاص بدل ما اضرب حدا. اوكي ادغار نشب لنا، والله كفو ادغار، يا سفت قتلو، وانت ابعد عنها ابعد عنها. اوكي شوف كمية السيرجات، شو صاير كيف في السيرجات، كفو 50. والله جسم درعمي، والله عندي كفو، انا ما عملت شيء، انا ما عملت شيء هذا الجيم. كواليتي سولو شو ده ما ظابطه، مثل ما مت انا ما دخلني، اخر شيء انا ما ضربت جيسي ابدا. هذا التحدي راح يحدد، هذا راح نخسر 50 كاس بخولت او ما راح يصير اي شيء. لو فزنا التحدي ما راح يصير اي شيء، لو خسرنا راح يروح 50 كاس من كولت، 50 كاس. اوكي نقول بسم الله. جهاز السوبر، بطل ما بيحتاج سوبر، بطل ما بيحتاج سوبر. عجلة الحظ، بطل ما بيحتاج سوبر. اوكي خلينا نتفق هذا الشيء، بطل ما بيحتاج سوبر. يلا 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 يلا. جني ماكس بايرون عصفور امبر جايل، جايل بيحتاج، جايل بيحتاج سوبر. لحظة كيف راح ادفع العالم بدون سوبر؟ اوكي اوكي أو ايزي لك نجاو، ايزي لك. خلينا ناخذ سكن نوبي حبيبي عمري لنا كل جرا لو ابلع ابلع ابلع، لازم ما استخدم السوبر، بس اهم شيء ما انسى هذا الشيء.
طبعا لو استخدمت السوبر بالغلط فاني خسرت التحدي نفسه. فرانك كيوت 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 فرانك كيوت. شوفي لا 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 خسرت خسرت صح خسرت انا انا خسرت العاشر. هاي ابدا ما مش كيوت ابدا منه ما مش كيوت. اوكي هل انا عم بمشي غلط وتخسر 50 كاس كولت؟ والله شيء بزعل صراحه 50 كاس كولت. اوكي هتشوف يا شباب ماتش ميكينج او انت بما تلاقي الجيم حيطول لانه كوس كولت نفسه عالي. فانا شكلي بندم راح اندم كثير على هذا الشيء اللي عم بعمله. لا بخسر 50 كولت عشان فيديو واحد. شو هيك اخليه 25 كاس؟ هلا بما عم نستنى الزون السنه شو هيك خلوه 25 كاس؟ والله 50 كثير خلاص 50 50 مثل ما بدكم. بس انه يعني عيب عيب 50 كاس بكولت او لا فعلا مشاهدني عم يشاهدني وانا عم انتحر بكولت. واو تخيل. اوكي تساكوس اول تساكوس راحت صراحة من قلبي. هل تساكوس عم تنشال من قلبي؟ اوكي من قلبي عم تنشال. اوكي خلينا نروح حدا يغدر فيني. تعال تعال تني 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 بليز تني. اوكي كفو هي خسرنا تاني تساكوس. عم بزعل انا قلبي يعني انكم بتشوفوني هيك انا مبسوطه شيء بس هي كله وجع القلب وجع من جوا يا شباب. هيك 10 كؤوس راحت لها كمان 19 كاس صار رايح. والله يا شباب شيء بزعل. بطل ضليت ترفعوا اكثر من 3 ساعات 1000 كاس هلا عم تنسي هدول 1000 كاس. بس انا حتى الموسم راح شو اسمه ينزلني فعادي انا اصلا ما مهتم انا بس يكون عندي بطل لونه احمر فهذا شيء كافي برايي. تاني تاني بالله عليك تاني يلا طول. اوكي سنة 19 كاس تخيل واحد هلا عم يروح ينتحر ملاقي شخص يقدر يقتله. وينهم؟ تعال تعال لكن عم بقيت لك عم بقيت لك لا وبيتيم من اسعى تيم معي ومش عارف ايش بس ليش كذب؟ صار طالعنا 39 كاس بالضبط 39 كاس. هل انا رح ازعل او رح اندم؟ يب رح ازعل كتير واندم كتير. حدا شغل غنى حزين حدا يوم لاي شيء وضع كتير حزين على فكرة. لا حتى في مشاهدين في مشاهدين بيشوفوني وانا عم بخسر. تعال تعال والله والله خسرت 49 كاس نزلت 49 لحظة يا شباب مشونا اياها هي كاس انا قلت 50 كاس صح بس مشونا اياها قلنا اني جاب احسن ما تخسرش كاس الاخر خلاص مشونا هي كاس ضل صاروا شعودان عبارة عن حظ فكان حظ كتير ابو كلب فخسرنا هذا التحدي وخسرنا 50 كاس بهذا التحدي. يا بس اخوي ما توقعت من هيك زاجي بقول صار شغله زاجي بقول صار شغله وارغاتو مشادي. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني.